هل تعلمون أن عدنان في اللحظة اللي مشي وقع القتل ديالو كان ينزف كل دمان ومش تتمارس عليه هذه العملية ومش وقع القتل ديالو كأن الإنسان في الدو يعني دمية مشي لا 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 إنسان يعني فكانت جريمة مثل ما يعني صورها صاحب الجلالة في البرقية المواسد ديالو شنيعة. كنت أتمنى تكون سابقة في العالم، يجي واحد الإنسان أمام القضاء ويتوجهنا الرأي العام اللي سمعني ويقول أنا أذنبت ويعتذر من الرأي العام على ما فعل، ولكن هذا الشيء ما كانش. وستضحكوا معها أشخاص آخرين سهم تسطر الجريمة؟ أيه بعدم تبلغ يعني أيه كانوا ثلاثة الأشخاص كارين مع بعضهم وكيشتغلوا هنا في المعامل ديال طنجة، وهما كيقولوا بأن ما عارفينش بأن السيد كان قام جاو وصابوا عادي في الإطار ديالو العادي، وجدوا بعض الأغراض يعني مسخة في الدار وديك شي وكذا، وعملها هو التوصيل في في واحد بانيو دا، ولكن ما عرفوش شي بان زعما قام شي جريمه ولا شي حاجه اللي طار قلهم، لان جاء صديق ديالو دق عليه وفتح الباب قال له معاه شي بنت في الدار ودابا يدور شي ساعه ويرجع. هذا معني كيقول لك ولكن ما كانش عنده من العلم بانه قام بعد النوع من الجريمه، علما ان يعني السؤال كان، ولكن الان الحكم لما كتكون الاحكام كان اسمعني، لانه هو خرج الطفل يعني المرحوم الشهيد عدنان خرجوه في الساعه 4 خرجوه طحلوه جوج مرات في الدروج ديال وخرجوه يعني الدار صغيره ماشي شي دار كبيره، يعني مستحيل ما يكونش عندهم العلم. هذا هو، ولكن دنتوا بالمحكمه من اجل عدم التبليغ. 4 شهور. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.